السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا بكل خير. فيديو حصري لهونداي أزيرق جرانديور موديل 2023، الجيل والشكل الجديد، ويعتبر الجيل السابع من هونداي. لاحظوا الإشارة الترحيبية أثناء التشغيل، ما شاء الله تصميم جميل وشكل أنيق وفخامة وإضاءة محيطية بحجم كبير، مضاهية للجوهرة مرسيدس السي كلاس. إضاءة أمامية LED بالكامل مع إشارة تسلسلية، كذلك بالخلف إضاءة على الصدام. طبعا هناك فئات تأتي بدفع رباعي، هذه فئة السمارت. لاحظوا الإضاءة أسفل الصدام محاطة بكروم، شبك أمامي باللون الأسود. اسم السيارة جرانديور، شعار هونداي، كاميرا مخفية، والداخلية مع الإضاءة المحيطية جميل وتصميم ناري. هذا المقود هو مقود هيونداي جرانديور موديل 1986، أول نسخة من هونداي. لا تنسوا إخواني الكرام الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم.